السلام عليكم ورحمة الله. مواطني الأعزاء، يسرنا أن نقدم لكم تحديثا لمعلومات وباء الكورونا المستجد. تم اكتشاف حالتين جدد مؤكدتين اليوم. الحالة رقم 11 لرجل أجنبي 67 سنة من العمر، قادم من الهند عبر مطار دبي بالخطوط الأماراتية يوم 15 مارس. بدأت الأعراض لدى هذا الرجل يوم 21 مارس، وبلغ عن أعراضه يوم 1 أبريل. تم أخذ العينة يوم 2 أبريل، وظهرت النتيجة اليوم يوم 5 أبريل، يوم الأحد 5 أبريل. حاليا يتلقى الرعاية والعلاج في مركز جبرة للعزل بالخرطوم. الحالة رقم 12 هي طفلة عمرها 11 سنة، وهي حالة انتقال محلي. هذه الطفلة هي ابنة ومخالطة للحالة رقم 9. لا توجد أي أعراض لدى هذه الطفلة. العينة أخذت يوم 3 أبريل، وظهرت النتيجة اليوم يوم 5 أبريل، وهي أيضا في مركز العزل في جبرة وتتلقى الرعاية وحالتها جيدة. ننظر بقلق شديد على استمرار حالات الاشتباه، ولكن أيضا حالات التأكيد من الانتقال المحلي مثل الحالة رقم 12. حتى الآن في السودان منذ يوم أول اكتشاف أول حالة يوم 12 مارس لدينا 12 حالة. توفيت الحالة الأولى والحالة رقم 6 إلى رحمة مولاهم. يوجد في هذه الحالات كلها ثلاثة أجانب. تم شفاء أحد الأجانب وتوفيت حالتين كما ذكرت، وبالتالي وبدأت منذ أيام ظاهرة التأكيد الإصابة بالعدوى بالفيروس لدى أشخاص هم مخالطين لبعض الحالات اللي كانت موجودة. لذلك هذه المناشدة الثانية التي أطلقها، نناشد كل من كان مسافرا في الطائرات التي ذكرناها، ومع فتح المطار للفترة الوجيزة، أن يقدم نفسه إلى السلطات الصحية وإلى عنابر الحجر لكيما يتم الفحص، ولكيما نستطيع أن نتأكد من خلوه أو خلوها من الإصابة. ونشكر المواطنين الذين يتعاونون ويبلغون عن أنفسهم أو عن أعزاء لديهم. من المهم جدا التأكيد بأن منع التجمعات، وقف السفر إلى داخل السودان أو إلى خارجه تحت أي ظرف كان، ونقدر تماما ونعتذر لكل السودانيين العالقين خارج البلاد، ولكن لا يستحمل الوضع أن يسمح لهم بالدخول، لأن ليس لدينا الإمكانيات لأعداد أكبر في عنابر الإيواء أو عنابر العزل ولا معينات الوقاية. نشكر مرة أخرى الكوادر الصحية، ونعتذر مرة أخرى عما بدر نحوهم من اعتقال في إحدى نقاط التفتيش، ونرجو أن يكون هنالك انضباطا أكثر، وقد أدانت كل الحكومة ذلك المسلك، ونتمنى أيضا أن لا تستمر أو لا تبدأ أي اعتداءات نحو الكادر الصحي في أي من المرافق الصحية بأي سبب من الأسباب، فهم يقومون بواجبهم خير قيام، ويقومون به في ظرف صعب للغاية، تنقصهم المعينات، تنقصهم الدواء، ونحتاج أن ندعمهم لأنهم يقومون بواجب وطني إنساني مهم. من المهم أيضا أن نزيد من المعينات للكوادر الصحية من المدنيين، وأيضا من العاملين في مرافق القوات النظامية من الشرطة والقوات المسلحة السودانية وغيرها. صدر قرار اليوم بأن يتم التأكيد والتشديد على مواعيد حظر التجول، ونناشد كل المواطنين ألا يتجولوا بعد ساعات الحظر، وهي حاليا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا كل يوم، وأن يمتنعوا عن التجمع سواء كان خلال ساعات الحظر أو خارجها، وأن يغسلوا أيديهم قبل وبعد الطعام، قبل وبعد الذهاب إلى المرحاض،
وأن يمتنعوا عن ملامسة البعض أو المصافحة. هناك إرشادات تبثها القنوات الإعلامية باستمرار، هناك أيضا المنصة الإعلامية المشتركة الموحدة في دار الأطباء ما بين وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام، ونفر كريم من تجمع المهنيين، من المبادرات الشبابية، من لجان المقاومة، ومن الإعلاميين والمخرجين. ونستمر في تقديم التوعية والدعم مع شركائنا الآخرين داخل الدولة وفي القطاع الخاص وريال الأعمال، وبالتضامن أيضا مع الدول الأخرى. نشكركم مرة أخرى، ونرجو أن نستمر في الامتناع عن التجمع، الامتناع عن التحرك ما بين الولايات، والامتناع عن محاولات الدخول إلى البلاد قسرا بعد أن قفلنا كل المعابر. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.